صباح الخير والسعادة والهنا على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. النهاردة أولى حلقاتنا وبرنامجنا طبعا جديد اسمه العلم نور الحياة، معاكم نورهان عبد الحليم ومستر وائل زهران. في البداية يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. النهاردة زي أنا ما قلت في بداية كلماتي، برنامجنا اسمه العلم نور الحياة، حبينا نقدم محتوى مختلف ويكون مفيد لطلابنا. وزي ما احنا عارفين ان كل بيت في مصر بيكون فيه طالب بداية من الحضانة ونهاية بالجامعة، وللأسف طلابنا بتقابلهم مشكلة كبيرة جدا ان هم مش بيكونوا أقوياء في اللغات وبالأخص اللغة الإنجليزية، ودي بتمثل هاجس كبير جدا لطلاب الثانوية العامة، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الدرجة بل النص درجة بتفرق معاهم. النهاردة احنا بنقول لك لا تقلق ولا تخاف، مستر وائل هيحل المشكلة دي وكمان مشكلة النوفل. دلوقتي يا مستر وائل حضرتك يعني حب اعرف هتبدأ معانا ازاي او الشغل هيبقى ازاي، هتشرح ايه؟ صباح الخير للمشاهدين، طبعا بداية جميلة ان شاء الله، وان شاء الله تكون اشياء مفيدة لطلابنا الاعزاء. بداية هبدأ بالنوفل، طبعا دي معانا تالت اعدادي او الصف الثالث اعدادي تجريبي لغات، وده طبعا بتشكل عبء على بعض الطلبة او على معظمهم. فبالتالي ان شاء الله هنبدأ بيها كجزء تفسيري بسيط ومقدمة، وبعد كده هنشوف اجزاء شابتر 1 ان شاء الله. وانا حاولت اجمع معظم الاحداث من لان في طبعا في اكتر من فيرجن موجوده على الساحه، فقدرنا نوفر اكبر قدر من الاجزاء دي بحيث تبقى متاحه لكل الصفوف في مختلف المدارس ان شاء الله. طيب بالنسبه لطلبه الثانويه العامه هيكون لهم نصيب من الموضوع ده ان شاء الله؟ طبعا الصف الثانوي طبعا من اول الصف الاول لحد الصف الثالث بنصيب طبعا نصيب الاسد معانا ان شاء الله. فاحنا هنبدا بالستراكشرز وبعض التركيبات والسبيشال ديفيكالتيز اللي هي دايما بتبقى عامله احباط للطالب، مش قادر يحدد يعني ازاي استوعبها او ايه الفرق بين الكلمات، وهندي امثله ان شاء الله على الكلام ده كبدايه فقط، لان ان شاء الله اللي جاي فيما بعد كل التفسيرات وكل ايه تحليل الكلام ده كله وامثله كتير جدا جدا واسئله ان شاء الله تبقى في غايه السهوله، ويبقى كل شيء ان شاء الله متاح وسهل وبسيط باذن الله. ربنا ينفعنا في حضرتك. نبدا شغل ولا نبدا ان شاء الله؟ تمام باذن الله. مبدئيا كده باذن الله في ثالثه عندنا نوفل باي تشارلز ديكنز A Tale of Two Cities. طبعا كلنا عارفين اتيل اوف سيتيز، تمام؟ ففي كده ان شاء الله مقدمه بسيطه نبدا نتكلم عنها حاليا معاكم، تمام؟ وات از ات اباوت؟ ذا تيل اوف سيتيز از اباوت اور باي تشارلز ديكنز. طبعا كاتبنا دي ماستر بيس، كاتبنا كاتب انجليزي مشهور جدا ومعروف عالميا. نوفل از اباوت ذا تو سيتيز. وات ار ذا تو سيتيز؟ اتس اباوت انجلاند اند فرانس اند ذا ريفوليوشن. وي نو ذا ريفوليوشن ويتش ووز ان about old age in Europe. This revolution, I can say, killed about 1 million people in France. And that happens really in the fact. And we can know that after that the revolution finished because of the corruption the aristocrats used all of people in France and they get everything from them. So poor people have nothing to eat. Okay. So let's start by this. Okay. One idea or page one, I have some ideas for you to explain now, okay? Mr. Jervis Lorry waited for Lucy Manette and Dover to go to France to receive her father after leaving the Bastille. Dr. Manette was the father of Lucy Manette, okay? This doctor was imprisoned in the Bastille for 18 years without judgment. This was so rude. That man lost all of this, okay? Lost his life, lost his job. I can say he lost his child too. Okay. Okay. So, نقدر يعني بعد التفسير البسيط كده ان مستر جارفيس لوري ده المسؤول عن بنك تيلسون
تم تكليفه بمقابلة لوسي مانيت، ودي بنت الدكتور تم حبسه 18 سنة في الباستيل بدون أي محاكمة إطلاقا. طبعا ده منتهى الظلم والعنف، تمام. فالراجل بيتولى مهمة لوسي، تمام، وبيبلغها طبعا بأن باباها اللي هو توفى منذ 18 سنة ما زال على قيد الحياة. طبعا دي صعقة بالنسبة للبنت. لوسي discovered that father had been alive, so she fainted. البنت أغمى عليها جدا لما سمعت إن باباها ما زال على قيد الحياة. طبعا ده خبر يعني أعتقد أي شخص مش هيتحمله بسهولة. تمام. After that, Lucy and Mr. Jarvis Lorry headed for France to Saint Antoine, where they met an old servant who worked for her father. After that, they met in the hotel in Dover, and they headed for Calais in France, so they can go to the city of or the town of Saint Antoine. This place is the first beginning or the first fire of the revolution in France. There they met Mr. Defarge. Who was Mr. Defarge? من هذا الرجل المسمى بمستر ديفارج؟ ده كان الخادم القديم او الخادم للدكتور لما كان شغال في فرنسا في العصر ما قبل 18 سنه. وطبعا هو بيصون الجميل فبيتلقاه بعد 18 سنه في حاله صحيه مزريه جدا، وبيرعاه في بيته لحد ما يجي حد يستلمه، لحد ما تيجي بنته ومستر جارفيس لوري اللي هو ايه يعتبر عامل في البنك القديم. تمام. After that, Saint Antoine was one of the poorest parts in France. It was near the famous prison of the Bastille. لو حابين نتكلم عن Saint Antoine. What about this town is by or beside the Bastille? What is the Bastille? Bastille, there is a large prison. The French aristocrats used this prison to imprison everybody said no. يعني سلموا هذا السجن لو حد بيعارضهم. بالظبط، اي شخص يعترض عن اي شيء فبالتالي يوضع في السجن مدى الحياه. تمام. مفيش خروج من السجن ده اطلاقا الا في حالتين اثنين، إيه؟ يا اما شخص توفى يا اما شخص في حاله عقليه. انجلش طبعا اوف كورس. لو حابين نتكلم كل ده بالانجلش نقول مستر جارفيس لوري ويتنسد سو with his eyes what happened to دكتور مانيت. دكتور مانيت as a real example of this prisoners who came out with the case of trauma. What is trauma? Trauma is the loss of what happened in the mind. He can't remember anything. Just his name. He lost his name. He forgot his name. When they asked him, what's your name? He told them that his name is the number of the cell. Okay. فطبعا دي كارثة نفسية عقلية ما حدش يقدر يتحملها. This is for the Bastille. مستر ديفيرج. Okay. تمام. لو حبينا نتكلم على اوضاع الناس في المدينه اللي هي سانت انطوين، طبعا عارفين الاطفال من حقهم يعيشوا كويس. تمام. النساء كذلك، الرجال لديهم حق في الحياه، يعني المفروض يكون في رفاهيه اقتصاديه. ده طبعا ده شيء طبيعي. لا طبعا اللي حصل في الباستيل وما حوله كارثه. يعني لسه في all people and children were miserable and sad of hunger and bitter life. The bright shops were for selling weapons and knives. الحياة الاقتصادية سيئة. الناس بجوار الباستيل في قمة المعاناة، الأطفال يبدو عليهم اللي هو مثل الشيوخ. طبعا من العجز المبكر. طبعا. ونقص الطعام والكلام ده كله. تمام؟ فدي معاناة صعبة جدا للأطفال في بجوار الباستيل مع الناس الكبار. طب والتجارة؟ معظم المحلات شغالة في بيع السيوف، الأسلحة، السكاكين فقط. ليه معدات الحرب؟ ليه معدات الحروب؟ لان طبعا كان في دايما كل شويه في حرب في فرنسا دائره، حرب في ما بين مش عارف فرنسا ودوله اخرى، فرنسا وانجلترا، وفي حروب مستمره، فدي يعتبر مصدر رزق ليهم واسع جدا. كان الاهتمام بالجانب العسكري على حساب كافه الجوانب الاخرى. على حساب كافه الجوانب. علشان كده تمام بلا استثناء. تمام. What happened in this place? Mr. Defarge, you know Mr. Defarge is the owner of the wine shop. This okay. man is number one or responsible for the revolution. And his wife, Madame Defarge. Okay. After that, هنعرف, we know that those two people suffered too much along with their life. And they were guiding or guided the revolution against all the aristocrats in France in this time. Okay? Okay. حدث شيء في هذا الحي، كان في طبعا عربة صغيرة تحمله اللي هو نقدر نقول يعني أشياء من الخمور وما إلى ذلك وبراميل والكلام ده، فصارت احد هذه البراميل
لك ان تتخيل مدى انهمار او نقدر نقول كده ايه، نقدر نقول هجوم المنطقه كلها بالكامل على هذه البرميل الايه الذي انفجر في الشارع. طبعا تمام، وهم ما عندهمش اي حاجه، تعبانين. في هنا طبعا some ideas. Let's see. A cask or a barrel of wine fell down to the ground. So all people, children, women gathered to drink wine, even dirty from small pools. كله بلا استثناء الاطفال الكبار كله حتى اوكي بلا استثناء بيشرب الخمره حتى الاطفال الصغيره، يعني حتى dirty not dirty، نقيه مش نقيه، ده طبعا شيء مفاجئ بالنسبه لهم وشيء يعني مثير للفرح. ولكن ما طبعا انتهى بسرعه جدا. تمام نمبر 9. يس افتر ذات، في طبعا فكره ثانيه في اللحظه دي بقى مع وجود الخمره في الشارع والتبلل والطينه والكلام ده كله، احد السوار جاسبرد، الشخصيه دي طبعا شخصيه يعتبر عانى كتير جدا وفقد ابنه بسبب شخصيه ارستقراطيه قتله بالعربيه في الاهمال في الشارع كده، او نقدر نقول كده ايه داس عليه بدون. تمام 7. مستر ديفارج سو جاسبرد رايتنج ذا وورد بلاد، سو هي هارد تو remove it fearing that an aristocrat could see it and make trouble for them. طبعا جاسبرد لمح بسرعه الوضع فاخذ قطعه من الطين باللون الاحمر وعلى احد الحيطان بدا يكتب زورها كلمه بلاد، كلمه دم. مين لمحه؟ طبعا هنا مستر ديفارج شايف الموقف كله، لان الخمر ده اصلا كانت راحه له هو صاحب المحل او صاحب الخمر في المنطقه. تمام شايف المنظر كله فاسرع اليه بسرعه remove it، فازالها من الحيطه وقال له كلمتين you are in a hurry you must be patient، عليك ان تكون صابرا، لسه الوضع ما جاش او لسه الوقت ما جاش، فكده هتعرضنا لمشاكل وبعض الارستقراطس ممكن يشوفوا الكلام ده يتعبونا، لسه ايه ميعاد الثوره او ميعاد الانتقام لسه ايه ما جاش، فانت مستعجل ليه؟ وطبعا ايه شالها بسرعه بايده كده فانهى الموقف. افتر ذات ان شاء الله فيما بعد هنعرف بعض اعداد اخرى، دي كده عباره عن يعني نقدر نقول نص شابتر 1 بالنسبه للطلبه الاعزاء بتوعنا طلبه ثالثه اعدادي لغات ان شاء الله. تشرح لنا ايه بقى يا مستر بعد كده؟ كده ان شاء الله هنقدر نخش على زاويه اخرى. انا طبعا كنا بنراقب في ثانويه عامه، فبعض الاولاد يعني في شو بعض الاسئله الغريبه، هي مش غريبه هي موجوده. تمام. ولكن في جزء من الايه؟ الرهبه القلق منها عشان هي متشابهه. لا فان شاء الله احنا في مهارتنا اللي جايه ان شاء الله هيبقى في تركيز على حاجه اسمها special difficulties. ايه special difficulties؟ الكلام اللي هو شكل بعضه. تمام في تمام. عندنا بعض الموديل كده فعلا بيكون في كلمات بتبقى انا بالنسبه لي صعبه، انا مش عارفه اختار يعني في كلمه أي ده كلمة. الفرق بين كلمه تانية حرف حرفين انا مقلوبة. مش عارف اختار ايه فيها حرف نطقها في اختلاف شويه. تمام حتى برضو المشتقات يا جماعه بالنسبه للطلبه بتوع الثانوي عام، يعني لازم تكون حافظ مشتقات كلمه الفيرب مثلا الناون الادجكتيف، كان مهم جدا 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 في الفتره اللي جايه. فعلى سبيل المثال كده في صفحه معانا صفحه بيج 8 كلام حضرتك مهم جدا في ظل النظام الجديد، لان مثلا بيركز بالزبط. قوي على الجزئيه دي، اجيب لحضرتك مثلا كلمات كلها شبه بعضها وانا مش عارف اختار ايه، فكلام حضرتك فعلا هيبقى مهم. بالظبط يعني مثلا برضو زي ما قلنا برضو في مثلا تحفظ الفيرب طلع منه ناون طلع منه ادجكتيف. تمام ممكن ادجكتيف طلع منها ناون تاني او عكس الصفه اوبوزيت، عشان كده ده كله هيبقى مطالبين بيه الفتره اللي جايه. نبدا شرح بقى. طبعا تمام. مثلا على سبيل المثال احنا هنا جبنا معانا بعض الامثله، يعني مثلا اكسبت بريدكت. اوكي لوك ات، يعني بحب اشوف الكلمات اكسبت اكسبكت بريدكت، اختلافات بسيطه جدا. في اختلافات بسيطه جدا برضو ضفت لك هنا الناون بتاعها، يعني هنا اكسبت الناون يبقى اكسبتنس. تمام. لا عندك نمبر 10 اور 8. ايوه لا فيها في اكسبتنس في اكسبشن في اكسبكتيشن الناون في بريدكشن. اوكي دي بعض الاسامي وكلكم طبعا عارفين اكيد الكلام ده. تمام في برضه تمام اكسبت بمعنى يقبل. تمام
في بعض الاسئله كده او بعض الامثله فيها اسئله. تمام. مع حضراتكم كده برضو نقراها مع بعض ونشوف. I don't accept, 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 impact, assure, without explaining. Okay. Okay. It isn't easy to follow it. هنا لو حابين ناخد المثال I don't محتاجين طبعا ناخد وراها adverb. Sorry. Okay. Adverb or verb or whatever. Okay. هنا في طبعا الاجابه المناسبه سامعين طبعا بعضكم accept. تمام. نمبر 2 يعني معنى الكلمه يعني انا لا اقبل. تمام. كلمه accept يقبل. اوكي. acceptance اللي هو قبول. اوكي. تمام. نمبر 2 all subjects are available. في عندك accept, accept, predict, Italian. طبعا المعنى لو حابين نشوف المعنى بالظبط يعني يقول لك كل المواد متاحه ما عدا ما عدا يبقى مين اكيد طبعا accept. تمام. اوكي. نمبر 3 Jack is accepted, accepted, accept, predicted to come at 7 o'clock tonight. I agree on his coming. Okay. طبعا بعض الناس هيقول لك الجمله فيها شكلها احتمالين غريب. احتمالين ممكن صح. لا لو عندك جمله في التشوز فيها جزئين الجزء الثاني دايما بيكون ده جايد بالنسبه لحضرتك كطالب تفهم تمام. الجزء الثاني كويس فبيساعدك في الحل. تمام. تمام. هنا اختار بقى ايه جاك از طبعا هنا فيه بريدكشن يبقى predicted. تمام. من المتوقع ان ياتي وكمان الجمله مبنيه للمجهول. اوكي. ناو نمبر 4 ناو نو وات اوف ذا فيوتشر از ترو يبقى نو بريدكشن. اوكي. تنبؤ اوف ذا فيوتشر ده تنبؤ. It isn't easy to foresee. الكلمه الاخيره foresee دي معناها برضه يتنبأ فطبعا حفظ الافعال بيساعد لك كتير ان انت تاخد بالك من كل ده. تمام. تمام. في كمان طبعا في بعض الفروق ما بين الكلمات في age. Okay. تمام. وفي كلمة era وكلمة برضو epoch. تمام. وفي عندنا برضو كلمة period. Okay. في بعض الأمثلة عليهم هنا نقدر نحدد. She stole for her what? Age, beige, cage, epoch. طبعا هنا نقدر نقول age. The computer what? Is a fantastic time full of new discoveries. يبقى هنا نقول computer what? في عندك period, في epoch, okay. في century, في decade. طبعا هنا epoch نقدر نقول كلمة epoch. أنا اخترتها بناء على إيه؟ ليه اخترت الكلمة دي بالذات؟ إن هي خاصة بفترة زمنية لها بداية ظاهرة أو بداية عاملة مفاجأة surprise. يعني مثلا زي الإنترنت. إنترنت. كمبيوتر. ممكن شخصية. حدث كبير مؤثر. حدث كبير شخصية سياسية مؤثرة. تمام. لها وضعها. تمام. Number three, we live in an or a of instant communication. في إيرا. في ديكيد في سنشوري في تايم نقدر نقول بقى هنا ايرا طبعا في اخترتها بناء على ايه اللي هو انستنت كوميونيكيشن الاتصال الحديث والتواصل السريع بالنسبه لوسائل التكنولوجيا الحديثه. تمام. نمبر 4 during that what many people moved from the countryside to the town في سيريال بيريود ايج ويج طبعا هناخد كلمه مناسبه هي كلمه بيريود وده معناها وقت محدد وقصير في فتره زمنيه ما. تمام. Number 5 last one we suffered much in the 21st في هنا year وفي عندك age century decade we hope that is coming to يبقى هنا بنقول يبقى century ان شاء الله معناها القرن ال 18. تمام. 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 الوقت طبعا لا يسمح بمزيد ولكن احنا قدرنا نعمل حصر لبعض الامور ان شاء الله المره القادمه هيبقى في بالنسبه للثانوي العام articles اللي هو indifferent articles and other articles. اوكي. لان طبعا في الثانويه العامه السنه اللي فاتت جالنا سؤال على اختصار وكان محير جدا قدام عينيا شفت الكلام ده ام بي وات كان يو سوز ام اي ام بي اور ان ام بي هو دلوقتي مثلا انا بالنسبه لي كطالب ومتعرف عليه اللي بدا بحرف ساكن هياخد ده اللي هو المتعرف عليه انا كطالب يعني بالنسبه لي انا اعرف كده بس هيكون بقى ده الامر ده شاذ اكيد طبعا ان شاء الله الموضوع طويل وهيبان الحلقه الجايه ان شاء الله لكن دلوقتي ان شاء الله فاصل مع حضراتكم ان شاء الله ونواصل باذن الله ان شاء الله.